السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة كيف العادة. دائما غبرت عليكم هاد يومين. كانت عندي هكا شي حوايج نقضيها، كانت اعتذر. واليوم عاد جيت باش نشارك معكم الروتين اللي درت في هاد الويكاند هذا. كما كتلاحظوا هنا كنت كنحضر في الفطور، يعني هاد الشيء في الويكاند درت لهم الصباح شوفان اللي كنت بارطاجيته معكم في القناة في واحد الفيديو في واحد الروتين. صراحة دائما كنديرو هكا مرة مرة، ولا ماشي غير هكا في الويكاند، كنستعملو لهم في الأيامات العادية ملي كيكون البرد، ماشي في هاد الصهد هذا. يعني البرد راه كيكون مزيان ومغذي وصحي أكيد، وخصوصا السيدات اللي وليداتهم ما كيقدروش هكا يفطروا. هذا الشوفان البنات ماشي ديال الخرطال، هذا الشوفان ديال الشعير اللي صحي اكثر من الاخر ديال الخلطال، ما فيش كاع يعني النشا ولا هادي خالي. درت شويه ديال الماء تقريبا على حساب شي اطرونس ديال الماء مع واحد الكويس ديال الشوفان حتى غلى الماء، وعاد ضفت ليه الشوفان وشويه ديال زيت الزيتون والملحه، ومن بعد ضفت ليه شويه ديال الفلفل الابيض وكاس ديال الحليب اللي غير صغيور باش تبقى الفوائد ديال الشوفان كتر. حاولوا تقللوا من الحليب حتى هو راه ماشي، ما بقى لينا ما نشربوا لا في حليب لا حتى شي حاجة صراحة، يعني كل شيء خاصنا نعاودوا فيه النظر. وقطعت شلاضة هكا، يعني كل واحد وطبيصيل ديالو، شوية ديال الزيتون. المهم فطور اللي تنوع وبسيط هكا واقتصادي ماشي مكلف، ما كياخد منا حتى شي مجهود، غير الامهات هكا ينوضوا في الويكاند لان وليداتهم كيصبحوا معاهم في الفطور، يبارطاجيو معاهم او يبارطاجيو يتقاسموا معاهم حال الفطور هذا، لان مساكن الاسبوع كامل وهما غايبين علينا. وهو فطور لي بسيط ماشي شي حاجه. انا دائما كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه ديالي اللي كندير لهم الشوفان او البيض، يعني البيض راه تقريبا رسمي في البرد، كنشري لهم داك البيض اللي كيكون بيو، هذاك كنستعملو ليهم راه مزيان، كيقولوا بيو والله اعلم. وزدت واحد الكويس ديال الحليب كما لاحظتوا على البيض، وعلى شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الفلفل الابيض، شويه ديال الملحه. المهم هاد البيض حتى هو راني كنت قاسمته معاكم في واحد الفيديو سابق، وضفت شويه ديال الحليب على الشوفان اللي كنت قلت لكم غير كويس صغير يعني كافي، وزدت شويه ديال الفلفل الابيض او الاسود المهم اللي متوفر عندكم. وسخنت المقله، يعني هادشي راه كله في وقت واحد، يعني ايدي هنا وايدي هنا، وداكشي ساهل ماهل، ما فيه حتى شي تعب ولا شي خدمه اللي متعبه، يعني خاص غير السيدات تأورغانيزي هكا الوقت ديالها وتقعد تعرف شنو دير. الصباح تنوض شويه بكري، ما تنوضش حتى ل11 وعاد تدير في هذا الشيء، يعني ما غاديش غادي يولي غدا. انا نضت هنا شويه بكري، كان شي 8:30 هكاك، يعني غير شي ساعه كان الفطور واجد، لان الشوربه ديال الشوفان سريعه وكطيب بسرعه، وحتى البيض حتى هو كذلك ما كانش حتى شي 10 دقائق. حنا ولادي كانوا فطروا، يعني راه ضربوا بقالهم غير زلافه ديال الشوفان، كويس ديال اتاي و والشلاضه وداكشي اللي شفتو. المهم هذا هو الفطور ديالنا. ومن بعدها نضت عجنت الخبز اللي درتو بالنخاله والدقيق الفينو والدقيق الابيض، يعني خلطتهم ثلاثه. والعجينه راه كنديرها البنات كتكون مرخوفه بزاف، يعني ما كنخليش العجينه تكون قاصحه، كتكون خفيفه. وغادا نقرصهم شويه ديال الخليط ديال النخاله ودقيق الفينو. ومن بعد ما قرصتهم غطيتهم هكا يرتاحوا، ومن بعد ما ارتاحوا تقريبا شي 10 ديال الدقائق سرحتهم. انا ما كنخليش العجينه تبقى غليظه، يعني كنحاول نرققها. ومن بعدها دس باش نوجد الغداء، كنت غادا نحضر الحوت.
البنات دائما انا بغيت نتقاسم معكم كيفاش كنخدم، يعني ننقي الحوت مني كنبغي نطيب به. ما عمري ما تقاسمت معكم هذه الطريقه هذه. كناخذو كندور على السمك لا دوغال، كنحيد له هاد القنيتات هادو. المهم الحوت راه كله كتكون في هذوك الجناب اللي تيكونوا عنده هذوك الشلاغم اللي تيكونوا في الجناب هادو اللي نقطع دابا، هادوك هما اللي كيطلقوا لنا ديك الريحه وديك النسمه ديال الحوت اللي تتكون زفره. لهذا انا دائما كنحيدهم، وغادي نوريكم كيفاش كنقيه، يعني كيفاش كنحيد له القشور بطريقه اللي سهله وبسيطه. واحد يعني الحاجه اللي كتكون عندنا دائما هكا متواجده في البيت تقريبا، كاينين بعض السيدات اللي كيستعملوها وكاينين البنات اللي ما عارفينهاش. اللي ما عارفينهاش اكيد غادي نستافدوا من الفيديو، من هذه الطريقه هذه. كما لاحظتوا حيدت له داك اللي تيكون في السلسول ديالو، هذوك الجناب، المهم كلشي نقيته. وخديت هاد القطاعه هذه اللي كنستعمل نديرو بها الخيزو والبطاطا ديال الخضر، هي اللي كنمشي للجهه المعاكسه ديال السمك وكنجر هكا بحال كنجر هكا في خيزو، كتحيد لي ديك القشره بسهوله. يعني طريقه جد سهله وبسيطه وما كتاخدش لكم بزاف ديال الوقت، وما يبقاش داك القشور ديال السمك كيطايروا في السماء، لان ملي كنجيو نحيدهم بالموس كيبقاو داك كيبقاو كيطيروا كيطيروا على الحيط على الارض. المهم اللي حداكم كلشي كيتوسخ. هاد الطريقه راها بسيطه، ويعني في بضع ثواني ماشي حتى بسرعه يمكن لكم تنقيو الحوت ديالكم. لاحظوا معايا كيفاش، يعني تنقى بسرعة. كنتمنى ان هاد بحال هاد الفيديوهات هادو تكون فيهم ولو افادة اللي تكون صغيرة بزاف، وحتى تحفيز. يعني هاد الروتين هذا تحفيزي، يعني السيدة اكيد الكل كيعرف يصيف فطور كيغسل المواعن هادشي عارفينه، ولكن دائما كنهضر انا بحال مثلا في الويكاند كنبغيو نفطروا وليداتنا مزيان، نجمعوا معاهم في الطبلة يجلسوا معانا نهضروا معاهم. يعني ماشي غير نوضو حتى لوحدة الصباح وعادة نوضو نقضيو الشغال وهادي، يعني كي كل وقت فات. يعني في الويكاند حاولوا تفيقوا بكري هكا تقضيو بزاف ديال الاشياء وتجلسوا مع وليداتكم وتقربوا ليهم وديروا ليهم شي حوايج هكا يعني قدامكم، توجدوا فطور مع بعضياتكم، الغداء كذلك، لان تقريبا الاسبوع كامل ما تيكونوش معانا. ودابا راه العطله اكيد غادي يكونوا معانا. المهم انا كنهضر على ان شاء الله الايامات المقبله او الاشهر المقبله اللي كتبدا فيها المدرسه. وغسلت عفوا الحوت كما لاحظتوا بالحامض ونقيته مزيان وسقطرته خليته كيتسقطر، ودست باش نوجد الخضر اللي غدا نطيب بها، يعني فهاد اللاطه ديال السمك. يعني ما درتش هنا البطاطا لانني غادي نديرها في الفرن بوحدها. قطعت المطيشه البصله، المهم الكميه ديال الخضار على حسب عدد الاشخاص، داكشي اللي متوفر عندكم. وكنحاول ننتبه لوليداتي هكا في الويكاند ياكلوا معايا الخضره كامله تقريبا، قرعه الخيزو كلشي، لانني انا بزاف البنات قالوا لي كيفاش ولاد كله كياكلوا الخضره. انا من الصغر ديالهم يعني هذاك المذاق ديالها ولاو كيعرفوه. يعني مني كنت كنطيب مثلا في الاول مني كانوا كيتحسوا منها، مني كندير هكا في البات كيقول لك ماما ما ناكلوهاش، كنت كنحكها. من بعدها ولا المذاق ولا عادي عندهم في فمهم، واخا كنعطيهم ياكلوها ولات كتجي عاديه صافي، بقاو كياكلوا الخضره. يعني ما كاينش مشكل. لهذا خاصنا حنا دائما نعلم وليداتنا كيفاش ياكلوا الحاجه اللي تكون صحيه ومفيده، ماشي دائما الاكل اللي الوجبات السريعه. حاولوا ندخلوا لهم شي وجبه سريعه مع الماكله اللي كتكون مفيده، باش هكا ما يكونش تقصير. وكما لاحظتوا خديت المول اللي غادي ندخل الفرن وفرشت البصله وزدت عليها باقي الخضار القرعه والدنجال، المهم الخضره اللي عندي. ومن بعدها زدت الفلفله، الفلفله اللي راه حتى هي غنيه بالفيتامين سي راه مهمه بزاف، وحتى هي نحاول ناكلوها لوليداتنا. واخا مثلا الا كانوا ما كيبغيوهاش كافي انها تطيب في داك المرق وتعطيوها ليهم،
لان المرق كي ياخذ كاع ديك الفوائد اللي كتكون. ودزت باش نصيب الشرمولة ديال الحوت، قطعت المعدنوس وزدت عليه الكركم، الكمون، الزنجبيل، الملحة، المهم العطرية اللي كتبغيو نتوما، شوية ديال عصير الحامض تقريبا نص حامضة كما قلت لكم على الكمية على حسب عدد الأشخاص. بودرة الثوم. وبالنسبة للخضرة راه ما يمكنش، ماشي انا حطيت هاد الخضرة يعني غديروه في حالها، يمكن لكم ديروا غير البطاطا والزيتون مع هاد السمك، يمكن لكم ديروا الأرز، يمكن لكم ديروا اي حاجة نتوما كتفضلوها او لا ما عجبتكمش الطريقة وبغيتو يعني وليداتكم ياكلوا ليكم، يمكن لكم ديروا الرز كطبق جانبي وديروا لهم الحوت. المهم داكشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. المهم انا قاسمت معكم كيفاش داز النهار ديالي والغدا ديالي اللي درت ليهم، وهنا حاولت ندخل لهم حاجه اللي كيكونوا يبغيوها. كما لاحظتوا خديت بطاطا ودرت ليها التوابل، هذه غير بطاطا القلي عاديه كانوا تشهاوها، انا ما بغيتش نقليها يعني درت لها غير العطريه اللي هي الملحه، الفلفل الابيض، زنجبيل، فلفل احمر، بودرة الثوم. المهم هادو هما وزدت عليهم واحد شويه ديال الزعتر، هادو هما المكونات اللي وضعت فيها، وتقريبا معلقه ديال زيت الزيتون كبيره، وشرملتها ودخلتها الفران، وصيبت شويه ديال الشلاضه اللي كنت قطعت امامكم قبيله. وده هنا دست باش نحضر الوجبه الصحيه الكينوا. قطعت البصلة والخيار ومطيشة من بعد ما سلقت الكينوا في الماء حتى هي اللي يكون غليان، مع شوية ديال مع معلقة ديال الزيت والملحة، يعني في حل السلق ديال الرز تماما. الكينوا اللي فوائد ديالها صحية، وحتى هي علمت ولادي ياكلوها لأنها زوينة صراحة والمذاق ديالها زوين. وهنا دست باش نوضع يعني التوابل اللي غادي نضيف ليها، الفلفل الابيض او الاسود المهم اللي متوفر عندكم، انا كان متوفر عندي الاسود واخا ما كنستعملوش بزاف، المهم كنقدو باللي كاين، والملحه وزيت الزيتون والحامض، هذه هي التوابل اللي وضعت صافي. وهنا هذا هو الغداء ديالي كما لاحظتوا، هنا السمك كيفاش كيجي ولاصوص كيكون خاطر، وهنا البنات هاد اللاصوص هذا راه كيجي مع الارز اللي بغيتو ترافقوا بيه هكا يمكن ليكم. قبل ما كنحط لولادي راني كنقيه، وعاده كندير لهم هكا في طبيصلات يعني في طبق بوحدو، عاده كنحط لهم لان كيكون فيه شويه داك الشوك كنخاف عليهم منه. والفريت اللي درت في الفرن، الشلاضه اللي غادي نحطها حتى هي في طبيصلات هكا، والكينوا، يعني اطباق اللي هي بسيطه وزوينه وسريعه وغير مكلفه، يعني ما كتكلف بزاف ديال الجهد والطاقه، وماشي بالضرورة انكم ديروا هاد الاطباق هادي، يعني يمكن لكم بحويجات بساط انكم تجلسوا مجموعين وتنشطوا وتضحكوا وكلشي يكون مزيان. ومن بعدها من بعد ما ساليت الماكلة وداكشي جمعت الدار ومشيت تقديت، كما لاحظتوا كنت مشيت لليدل، كانوا جابوا هاد الاسبوع هذا كانوا جابوا هاد الشريحة هادي اللي كانت زوينة، خديت منها الوالدة ديالي كتعجبها باش نديها لها ان شاء الله، كتعجبها هاد الماركة هادي ليدل. و شي حويجات هكا كانوا نزلوهم هاد الاسبوع، خديت المطيشة، البيض، الفرماج، المهم التقضية ديالي الاسبوع هي اللي كانت تقضى دائما. وكنت ضروري كنمشي لولايز وكنمشي ليدل، يعني كنديرهم بجوج، خديت الكسكسو واللي بات كسكسو البنات اللي كنت حضرت اليوم لصحاباتي، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد المقتطفات. كنت درت لهم كسكسو وجمعتهم هكا باش نجلسو قبل العطلة، يعني تكون بيناتنا ديك القعدة هكا مجموعين، كتكون هكا مبادرة دائما يعني الاخوات في النهايه ديال السنه، وحنا من غير نهايه ديال السنه الدراسيه كنجمعوا هكا مره مره، كنحيدوا القنط على بعضياتنا ونجمعوا ونضحكوا شويه.
صراحة دز نهار زوين بزاف، كنتمنى لكل يعني السيدة هكا مهاجرة أو مغتربة أنها تجمع هكا مع الصديقات ديالها، ورا منها كتكون صداقة ومنها كتكون يعني الجمعية اللي حتى انتي كتستانسي بيها كيتغير لك المورال ديالك وترسي داك الروتين ديالك، خصوصا البنات اللي ما كيكونوش عندهم العائلة ديالهم قرابين ليهم. لاحظوا معايا الروينة كنت وريتكم، كوزينة مرونة النهار اللي كان جبت قضية انا الويكاند، الكوزينة كتقلب ليا وخديتها تجلد وشهادة هكا السفر مني نمشي المغرب، يعني نكون مسافرة او لما ماشي لشي بلاصة يكون في الساك ديالي، يعني فين ما مشيت كنلصقو في الحيط وكان خديته من ليدل، وهذه هي التقضية ديالي. هادشي كله كانوا جابوه هاد الأسبوع هذا شي حويجات، ومشيت لدوليس خديت هادو ديال جولا كلاس باش نصايب لوليداتي، دابا نعاود نوري لكم في الفيديو. وهذه هي التقضية ديالي الأسبوعية، كنبارطاجيها معاكم دائما، وكنتمنى أن الفيديوهات ديالي تلقى استحسان وإقبال إن شاء الله وتقبلوا عليا، ولا عجبتكم القناة ديالي أكيد دائما ما تنسونيش اللايكات ديالكم والتشجيع ديالكم، وتبارطاجيو القناة مع الأصدقاء والأحباب. وهادو هما جول لي كلاص اللي كنت قلت لكم، صراحة زوينين جول سيليكون. يعني متواجدين في دوليز، ومني كديري فيه الكلاص كيبقى محافظ، يعني ماشي خاصك يعني اونبالي مقاد، ما كتبقايش خايف عليه انه يتخوى ولا شي حاجه. وخديت سمك السردين اللي كيعجبني، ما يمكنش ليا نمشي ونلقاه وما ناخدوش، مستحيل. وخديت شويه شويه من الحاجه، سمك الابيض، سمك السلمون، يعني هنا البنات راه خليط بين تقضية ليدل وتقضية دوليز، يعني مجموعين مع بعضهم. وخديت هاد الفواكه هادو كنحتاجهم هكا الديسير او الكاطو، والفرماج ديال الريكولتا و الماسكاربون، وهنا الملحة، طماطم معلبة، والفلفلة، البابريكا، والكركمة. وهذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى البنات انه يكون عجبكم، وإلا عجبكم تشتركوا في القناة، ومرحبا بكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم.